متابعينا في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سنة أجواء مستقرة في عموم المناطق باستثناء منطقة حائل، حيث تأثرت بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وهطلت زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات المساء والليل. خلال الساعات القادمة تتأثر المملكة تحديدا المنطقة الشمالية بكتلة هواء قطبية شديدة البرودة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول التغير في الأجواء، وكتلة هوائية قطبية يوم الأربعاء تكون مسبوقة بجبهة هوائية باردة تعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة. ننتقل الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة أو صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية، لكن هذه الغيوم عملت على هطول بعض زخات الأمطار الرعدية خلال ساعات العصر والمساء على منطقة حائل. باقي مناطق المملكة شهدت أجواء صافية ومستقرة بشكل عام. خرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. تتأثر المنطقة الوسطى والجنوبية بكتلة هوائية دافئة، لكن المنطقة الشمالية تتأثر أيضا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تتحرك من منطقة بلاد الشام يوم الأربعاء باتجاه المنطقة الشمالية. تنخفض على إثرها درجات الحرارة بشكل كبير وملموس خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلات نهاية الأسبوع. هذه الكتلة الهوائية القطبية ستكون مسبوقة بجبهة هوائية باردة ستعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة. تكافل الغيوم الرعدية الماطرة في العديد من المناطق تشمل مدينة جدة وأيضا العاصمة الرياض خلال الفترة القادمة. خرائط توزيع الأمطار نتحدث فيها عنها حالة عدم استقرار جوي متوقعة بسبب الجبهة الهوائية الباردة. يوم الأربعاء الجبهة الهوائية الباردة تركز في المنطقة الشمالية، تعطل زخات خفيفة من الأمطار على المناطق الساحلية من البحر الأحمر، المنطقة الشمالية زي من المنطقة الوسطى. خلال ليلة الأربعاء على الخميس الجبهة الهوائية الباردة تتحرك باتجاه الجنوب تشمل حفر الباطن هذه المرة ومنطقة القصيم والمنطقة الجنوبية الغربية. مساء الخميس بإذن الله تواصل هذه الجبهة الهوائية الباردة حركتها جنوبا لتصل العاصمة الرياض خلال ساعات صباح يوم الخميس بإذن الله، حيث تعطل زخات من الأمطار في عموم المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى وأجزاء من المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر. تستمر الأجواء غير مستقرة خلال ساعات ظهر يوم الخميس بإذن الله لتشمل المزيد من المناطق أيضا من المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، جنوب منطقة الرياض وأيضا منطقة الإحساء بالإضافة للمنطقة الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. يسود الطقس صافي 17 درجة مئوية، الملموسة 16، رطوبة 24 والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء طقس مغبر 32 درجة مئوية، أما ليلا 20 درجة مئوية مع فرصة لبعض الأمطار. يوم الخميس تصل الجبهة الهوائية الباردة تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس 21 درجة مئوية مع أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار وأجواء مغبرة ورياح نشطة. ليلا تنخفض إلى 9 درجات مئوية مع فرصة لبعض زخات الأمطار. يوم الجمعة أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار، درجات الحرارة تواصل انخفاضها 18 درجة مئوية، أما الصغرى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.